ولتقييم الأوضاع في البحرين بعد 5 سنوات منذ بدء الأحداث، معنا الآن عبر الهاتف من المنامة عيسى بن عبد الرحمن الحمادي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين. السيد وزير الحمادي، مرحبا بك معنا في بي بي سي. مرحبا بكم وأشكر لكم هذا التواصل، ولكن أعتقد أن المهنية الإعلامية يمكن تلزمكم أن تعطوني بس فرصة دقيقة وأقل أن أبين حقيقة الأوضاع وأتناول التقرير الغير منصف الذي بس لهذا السبب قبل قليل. لهذا السبب أنت معنا على الهواء سيد نعم. الوزير والنقطة قبل تفضل سؤالك الأولي، بس عندي بعض الملاحظات على التقرير الذي ورد. تفضل. أولا نحن يعني قمنا بإمداد البي بي سي بصور حديثة تعكس حقيقة الأوضاع في مملكة البحرين. للأسف الشديد لم تأخذوا بها، وإنما تم بث صور من الأرشيف تتناول جانب معين من الأحداث التي حدثت في البحرين. هذا أولا. نعم. ثانيا، جاء في سياق التقرير بعض المغالطات غير الصحيحة. تكلمتم عن تدخل سعودي، لم يكن هناك تدخل سعودي، وإنما جاء تفعيل الاتفاقية على مستوى دول مجلس التعاون، ولم تتعرض قوات درع. المقصود هو قوات درع الجزيرة. نعم. سيد الحمادي، نعم، لأساس تكون الإصالة واضحة، لم تتعرض إلى أي متظاهر، وإنما قامت بدور يؤمن بعض المؤسسات. طيب، فقط كي أوضح لك سيد الوزير، عفوا على المقاطعة، الصور التي استخدمناها إنما الأرشيفية إنما كانت ل اخبار القصه، نحن نخبر قصه، نستذكر ما جرى منذ بدايه الاحداث، لذلك استعملنا صور من الارشيف. اعتقد ان لدينا في المكتبه صور حديثه، لكن سياق اخبار القصه تطلب منا ان نستعمل صور ارشيفيه. دعني عزيزي، هل انت تتناول الان تاريخ ولا الحاضر؟ لا، نحن نستذكر. طيب سيد الوزير، حتى لا، انا اود ان اسالك، انا استغل الوقت معك لاسالك، لماذا الأمور لديكم في البحرين آلت إلى ما آلت إليه الآن؟ لا حوار، الحوار متعثر، لا مصالحة، كانت هناك مبادرة من ملك البحرين من أجل الحوار والمصالحة، لم نعد نسمع عنها أي شيء، لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ هذا ما أود أن أستفسر من حضرتك عنه، لماذا آلت الأمور إلى هذا المنحة من عدم التواصل مع المعارضة؟ الحركة في البحرين طبيعية، الأمور طبيعية، هناك أجواء احتفالية بالذكرى 15 لميثاق العمل الوطني. هناك من أراد أن يخرج البحرين من مسيرة التطور الديمقراطي بأحداث مبتعلة، ولله الحمد الآن الغالبية السياسية في البحرين متمثلة في شعب البحرين في الانتخابات الأخيرة صوتت بنسبة 53%، أكدت على الاتجاه المطلوب للبحرين. من أراد أن يكون خارج اللعبة السياسية فهذا كان هو قراره. الآن هناك الحوار مستمر تحت قبة البرلمان، الكتل السياسية والنواب المنتخبين يقومون بدورهم في هذا المجال، البحرين مستمرة على مسير التقدم والتطور الديمقراطي. ولا أزمة سياسية مع المعترضين لديكم في البحرين سيد الوزير؟ لا يوجد أي أزمة سياسية لديكم؟ هناك من أراد أن يكون خارج العمل السياسي، هم قلة قليلة، لا يوجد لهم تأثير اليوم في مملكة البحرين. البحرين اليوم تحتفل بذكرى الميثاق العمل الوطني، هناك مجموعة من المخربين هنا وهناك بالعشرات يخرجون لصد الطريق وللاعتداء بالمولوتوف على رجال الأمن. وإنما الحركة طبيعية والوضع طبيعي في البحرين، وهناك الكثير من المراسلين والصحفيين الذين دخلوا البحرين ويقومون بدورهم الصحفي والإعلامي. نعم. لعكس حقيقة الأوضاع، وكنت أتمنى أن البي بي سي وكاميرا البي بي سي العربية تكون متواجدة اليوم في البحرين لتعكس احتفالات البحرين والوضع الطبيعي في البحرين. أنت تتهم البي بي سي سيد الوزير بأننا لا ننقل الصورة ونحرف، هذا ما أفهمه من كلامك. كلامي كان واضح، أنتم تنقلون صور أرشيفية، قمنا بإمدادكم بصور حديثة لحقيقة الأوضاع اليوم في البحرين لم تأخذوا بها، وأنما تصرون وحتى ما كتب في تقريركم كتب بنفس يتناول الأحداث من منظور 2011 ولا يتناول أي تطور وأي على كل حال. أمور حدثت. نعم. بطريقة أعتقد أن لدينا سياسة تحريرية، فقط للتوضيح للمشاهدين، لدينا سياسة تحريرية والتحرير يقضي بأن نستذكر الأحداث. إذا كنت تعترض على ذلك أنا أتفهم موقفك. شكرا جزيلا لك من المنامة عيسى بن عبد الرحمن الحمادي، وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، شكرا لك.